عاد لساحتي ببسويقة رونقها، وعادت لاحتضان السهرات الرمضانية التي كانت تقام في ساحتها أيام الزمن الجميل حسب رواد الساحة. ساحة ببسويقة التي كانت كل رمضان تحتضن عشاق الفن بأنواعه من مالوف وراشدية وفلكلور شعبي. أمس احتضنت الساحة أول عرض موسيقي أمنته الفنانة التونسية ألفة بالرمضان، أين انتشع ورقص الحاضرون على أغانيها. خير عوام كورونا محصورين، تويك العبيد الكل تشوفك تشوفات، تحب تتفرهد، ماذا بها تخرج سهريات برشا حاجات. أي خير من كورونا، على الأقل عبيد تتفرهد شوية. كان قبل جو وباهي وكافي سانتيت وكنت كان قبل كان خير وكان كل شيء. لا جو تحفون برشا الحق عجبني انا. ان شاء الله يقعد هكا ديما رمضان هكا وان شاء الله تونس تولي بخير. حاجه محلاها، حاجه مزيانه، تفكرني انا واحده من الناس عندي برشا على الجو هذا في باب سويقه وفي رمضان. شرم اخر، جمهور اخر، المدينه العربي اللي نحبوها في رمضان سورتو. معناها رئيسة بلدية تونس أكدت أن الساحة ستعود إلى السير في نشاطها بعد برمجة عديد السهرات الرمضانية، كما تم تهيئة الساحة لتستقبل زوارها وروادها. تهيئة جديدة ولكن حافظنا على الطابع الأصلي لساحة باب السويقة. ساحة باب السويقة حضرناها بطريقة أنها تكون جاذبة للزوار، كما ترى للسكان، كما ترى موجودين. معنى أول ما أعلننا على هذايا أنت قاعد تشوف في العباد، وكيف كيف السين موجودة غادي اللي باش تنجم تكون أدابتابل للعروض الثقافية والعروض الفنية. لساحة باب السويقة تاريخ فني زاخر امتد لعقود، توقف زمن الكورونا ليعود أمس في انتظار تهيئة عديد المناطق التي كانت في السابق مقصد عشاق الفن والسمر.